محمد ليه اتقال او الوالد قال رحمه الله ان محمد في تفكيره في ابنة الشيخ الغزالي رحمه الله اقرب الى الشيخ الغزالي من بنات نادي الجزيرة؟ ده هذا المعنى بالذات هو اللي كان عايز اقوله، وده يدل على عظمة احسان عبد القدوس ان هو متميز ويعني ايه يعني هو لما جه الجوازه دي كان حصل بعض التردد في الاسرتين على اساس التردد ايه؟ من مين؟ من الاسرتين. على اساس اولا ان الشيخ الغزالي كان مهاجم واجه بعض كتاباته القديمه مهاجم كتابات احسان، بيقول لك ان هو متاثر بالغرب وكده في كتاب شهير اسمه الزحاجه الظلام. تمام. وبعدين شوف هو بقى الشيخ الغزالي عشان هو عظيم بقى فتجاوز هذا الموضوع، بدل شاف لما عرف ان رغبه بنته في انها نحن نتجوز يعني. بالنسبه لوالدي برضو هم كان ايه مستعجبين يعني يعني حد يناسب يعني الشيخ غزالي هيناسب احسان عبد القدوس ازاي يعني تيجي ازاي الشرق والغرب هيجوا ازاي الشمس والقمر هيجوا ازاي يعني اجتمعوا ازاي يعني. هو كان له كلمه بقى قال لا هو اللي هيختار الموضوع بقى احسان عبد القدوس، هو قال لك يعني مش هو اللي هيختار مش هو اللي هيتجوز هو يتجوز. وبعدين هو قال لك هو اقرب الى بيئه الشيخ غزالي بتفكيره من بيئه نادي الجزيره. تمام شوف تمام يعني هنا كان عرفني. التفكير عرفني. الراقي فهم الاثنين نعم. وافقوا معناه كان كل الظروف ان هم ما يوافقوش لكن